نسولك اختي جاوبين. مشاهدي قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. احنا الان مع هذه السيدة هذه اللي زوج ديالها هو استاذ متقاعد، اللي كان كيتهم بالخيانة الزوجية. الحمد لله تصالحوا ورجعت الامور للمجاري ديالها، ولكن هذا السيد كانت في النية ديالو انه يوقعها على اوراق ديال طلاق اتفاقي. هاد السيده كانت تحت ضغط نفسي كبير، خصوصا ان المراه فاش كتوصل لهاد المرحله هادي راه النفسيه ديالها محطمه، يعني فاش كتوصل لهاد المرحله راه ماشي سهله، صعيب الحال. يعني كنت كيف ما كتهضروا معنا وطلب منا توقع على داك داك الطلاق الاتفاقي. هاد السيده كتقول لك انا ما باغاش نطلق من هاد السيد، هاد السيد انا بغيت العائله ديالي، بغيت ولدي يبقى مع الاب ديالو، بغيت نحافظ على العائله ديالي. هاد السيد كان هو باغي يطلقني، انا ما باغاش نطلق. هاكا خشي هادشي اللي كاين، يعني نخليكم معها تقول لنا شنو واقع وشنو النداء ديالها الناس ديال القضاء. السلام عليكم اختي. السلام عليكم. شنو المشكل اللي عندك مع الزوج ديالك وشنو عاودي لينا من الاول شنو وقع ودابا شنو وقع؟ المشكل اللي مع الزوج ديالي، كنتمنى كنادي اي ام واي اب وكنطلب من وكيلة جلالة الملك وكنطلب من سيدنا الله ينصرو ويخليه لينا ومن الاسره العلويه، كنتمنى كل شيء يوقف معايا في هذه الوقفه هذه، لا الجمعيات ولا كل شيء. المشكل ديالي انا مرا مجوجه، انا راجلي عارفه مريض، يعني كتجي واحد المرحله كيهز حويجات كيزيد كيغبر ما كنبقاش نشوفه حتى كيرجع بخاطره. مهم انا عمرني ما درت ليه النفقه، يعني طالبه السلم، طالبه السلم معاه، طالبه اي مره غتبغي تحافظ على بيتها ولا على بيت الزوجيه ديالتها وعلى اب الاولاد غتنازل على بزاف د الحوايج. كثرت ما انا كنتنازل ما بقاش عارف الحدود ديالو. سميتو هز ليا حويجاتي مشى، هز ليا فراشي وداكشي مشى. من مشى انا سديت الباب، من جيت قيت جيت من الخدمه لقيت حويجي ما كاينينش، درت الساروت الباب، بدلت القفل. من بدلت القفل كنتفاجئ ب مكاملة السيمانة جاك وجاب معاه إذن من المحكمة برجوع بيت الزوجية. أنا ديك الساعة بقى يعني رفضت، إن بقى الجرح ديال حويجاتي وديال فراشي اللي مشى ليا ما تقبلتهاش. شوية كنتفاجئ بتشهير كيشهر بأني أنا شي وحدين مصبوع ليه وانا دايره معاهم الايد، وانا يعني اتهمني بخيانه الزوجيه وشهر بيا وبزاف الحوايج واتهم في النسب ديال ولده. يعني هادشي مرضك نفسيا، يعني هادشي يعني هاد المراه كتعرض او زوجها كتعرض من زوج ديال اب الابن ديالها كتعرض منه للخيانه، ما كيقول لها خنتيني ولا داك ماشي ولدي، راه نفسيا ما غتكونيش مزيان طبيعه الحال. انا اصلا في داري ملي كنكونوا حنا ويا مصالحين كيمارس عليا الضغط النفسي، وعادش ملي كنكون انا وياه يعني عندنا مشكل كيزيد يمارس كثر وكثر. انا في هاد الظروف هادي وكتشهير وداكشي دخلوا الناس صالحونا، دخلوا الصحافه يعني وقفوا صالحونا صالحونا، دخلتوا نتوما والله يجازيكم بخير، دخلوا شي ناس كيعرفهم هو وسميتو. المهم جراو في الصلح، ولكن من جال الدار وداكشي انا قلت لي جي كقانون، يعني مادام مشيتي للقانون خاصك تدخل للقانون. اصلا جا الحكم من عند وكيل جلاله الملك انه السيد خصو يرجع للدار، ما رجع للدار رجعنا يعني صافي حاولنا شهرين هو ما كاينش في الدار، رجع سيمانه تقريبا، دابا شهر رجع تقريبا في هذه دابا هاد السيمانه هادي جا الصلح، وكنا درنا فيديو ديال الصلح ودرنا كل شيء، يعني عادي يعني عادي يعني متفاهمين عادي، يعني كأزواج ديال بصح وداك الشيء متفاهمين، ولكن بقى هذاك الضغط النفسي كي هذاك بحال نقولوا كذب الكذبه وطيقها، يعني بقى كيمارس عليا الضغط النفسي، يعني كذب الكذبه وطيقها، كيقول لي لا
واش كتعرفي فلان؟ لا انت واقيلا حرشتي عليا فلان دا حويجي ولا هاد. هادوك الحوايج اللي مشاو اول حاجه ديالي ديال محالي وشاو من محالي فين داهم هو الله اعلم. ان دابا انا محالي هو اللي عريان واللي ما فيش الحوايج. انا ما يمكنش ليا انا كاينه شي امراه غتتفق مع شي حد وغتمشي عند شي حد وغتقول لي حقا سير جوج راجلي ولا سير دور براجلي خطب ليه. يعني اي يعني راه كاينه علامه استفهام وبزاف الحوايج. انا وقعت على داك الطلاق الاتفاقي ولكن انا ما رديتش على داك الشيء. انا كنطعن في الوثيقه اللي انا وثقت ماشي اللي سينيت فيها البارح باقا ما قليزيتهاش وباقا ما دفعتهاش غير التوقيع. انا كنطعن فيها كنطعن فيها وتسولت مع الناس وسولت الناس وداك الشيء قالوا لي بالنسبه للسينياتور ما واكلاش ولكن عندي تخوف هي ينوض يدير شي حاجه غير قانونيه ويمشي يدفع. انا هذيك الوثيقه اللي وثقت البارح انا كنطعن فيهم ان وثقتهم في واحد الظروف نفسيه اللي انا ما باغاش نطلق الزوج ديالي دابا انا كنرفض طلاق الزوج ديالي. البارح كنت موافقه على كل شيء ان هذاك الضغط اللي النفسي اللي كنت انا كنمر به شويه صعيب يعني التشهير وكل شيء وكتشوفي بزاف الحوايج يعني كتشوفي راسك بحالها. اليوم قلتي انا ما باغاش نطلق من البيت باغا نحافظ على عائلتي. لا انا باغا نحافظ على البيت ديالي باغا نحافظ على البيت الزوجيه الدار راه يرجع ليها. انا ما عنديش مشكل مادام جابوا القانون يرجع ليها بالقانون. انا كنطعن في هذيك الوثيقه اللي انا وثقت البارح باقا ما قليزيتها باقا ما درت لها حتى شي حاجه ان هذيك الوثيقه فيها التنازل على جميع الواجبات ديالي ووثقت وسينيت فيها الضغط نفسي تحت الضغط النفسي اللي هو صعيب كنت كنمر منه. اختي النداء ديالك دابا شنو هو النداء ديالك من خلال هذا الفيديو هذا علاش خرجتي للاعلام وبغيتي تقولي هذه الامور هذه؟ اللي بغيت نقول هو ان هذيك الوثيقه انا ما بغيتهاش وباغا الزواج يستمر ولا كان هو ما بغاش الزواج يستمر يعطيني واجباتي وحقوقي وواجبات ولدي. اني عانيت ما فيه الكفايه. مشاهدي قناه ما كتشاهدوا معنا هذه الزوجه اللي رجلها هو استاذ متقاعد يعني كان متهمه بالخيانه الزوجيه متهمه بان النسب كيطعن في النسب ديال الابن ديالو. للاسف الامور بيناتهم رجعات صلحات ولكن وقعت على وثائق ديال كيف ما كنقولوا وثائق ديال طلاق اتفاقي ما كانش هدف ديالو الصرف فعلا يعني غير باش يتهرب من النفقه باش يتهرب من بزاف ديال الامور. هذا الهدف ديالو ما كانش الهدف هو قالها صرح بها ان قال هو الهدف ديالو الجوهر ديال هادشي كامل هي النفقه. يعني كيف ما كتشاهدوا معنا وهاد السيده دابا حاليا كتقول بانني انا باغا الزوج ديالي باغا العائله ديالي هاد السيد الا ما باغينيش وباغي يطلق يطلق ولكن يعطيها الحقوق ديالها يعطيها الواجبات ديالها. كنطلب من الناس اللي القانون كنطلب منهم بهذه المساله يكونوا موافقين عليا. انا كنصرح باني انا ما متنازله على حتى شي حاجه حتى شي حاجه كتعلق بالواجبات ديالي ولا ديال ولدي. يعني كيف ما ايضا يعني كيف ما كتشاهدوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في بان هاد السيده هادي وجهت نداء عبر قناة شوف تي في باش الا هاد السيد دار شي زوير اولا شي امور هي راه كتقول بانني ما باغاش نطلق وحتى قدام القضاء كتقول نفس الامور. وغنتابعو الا دار شي زوير انا غنتابعو بطبيعه الحال. هنالك المساله بطبيعه الحال اختي. وهنا مشاهدي قناة شوف تي في كنكون وصلنا لنهاية هذا المباشر كنشكركم على حسن المتابعه ونتلاقاو ان شاء الله في مباشر اخر. السلام عليكم.